بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحقيقة كما تعلمون أن الجهد والقوة يضعف كثيرا عن التدريس، ولكن أيضا يصعب على النفس وعلى إخواني أيضا أن نستقبل هذا الشهر بغير ما يحفز النفس على الطاعة وعلى العبادة وعلى الحرص إلى الزيادة أو على الزيادة من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى جعل لهذا الشهر فضلا عظيما ووقعا في النفوس كبيرا، وقضى تبارك وتعالى وقدر، وكتب أيضا كونا ما يكون في هذا الشهر من النفحات العظيمة والجليلة والكثيرة والكبيرة. وعادتنا من قبل أن نستهل الكلام على الشهر وفضله وأحكامه قبل استهلاله، وكان المفترض هذا أن يكون هذا العام كما هي السيرة والعادة. وحاولت جهدا أن أبدأ قبل هذا اليوم، لكن كان للضعف رجحان ولم تكن للقوة رجحان، لكن ما بقي من هذا من هذه الأيام نحاول قدر الاستطاعة أن نستذكر ما يتعلق بأحكام الشهر، وأيضا أن نذكر ما يشحذ الهمة في طاعة الله عز وجل والفرح بقدوم الشهر أيضا. ولعلي لا أطيل حتى نبدأ فيما اخترته ككتاب، وهو ذكر أحكام الصيام من كتاب لأحد الأئمة الأعلام، واسم الكتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام. الإعلام بحدود قواعد الإسلام. والحق كان في النية التعليق على كتاب مقاصد الصوم لسلطان العلماء العز ابن عبد السلام، وهذه كانت نية التدريس العام الماضي، وكان للميل عنها أسباب، وكان المفترض أن أدرس هذا الكتاب هذا العام، ولكن أيضا منع منه أسباب. فنأخذ الكلام على هذا الكتاب المختصر، اسمه الإعلام بحدود قواعد الإسلام، مؤلفه أبو الفضل عياض ابن موسى السبتي الأندلسي، من علماء الإسلام ومن أئمة المالكية رحمه الله تعالى، ينتمي إلى قبيلة عربية من اليمن قحطانية، ومولده
بالأندلس رحمه الله تعالى، وكانت عائلته مشتهرة بالتقوى والصلاح. ولد سنة 76 و400، ونشأ في الأندلس، تعلم من شيوخها ومن قرطبة وكذلك غيرها من بلاد الأندلس. قيل لم يرحل إلى المشرق، تعلم في المغرب واكتفى بعلماء المغرب رحمه الله حتى برز، وكان إماما من أئمة الأعلام ومن علماء المالكية، من فقهائها ومحدثيها وأئمتها رحمه الله تعالى. ووفاته سنة 44 و500. له كتب كثيرة في الحديث والتاريخ والفقه، ومنها هذا الكتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام. ومن كتبه المشهورة كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك في أعيان مذهب الإمام مالك، أو كتاب التنبيهات المستنبطة على المدونة والمختلطة لإلماع في ضبط قواعد الرواية وتقييد السماع، كتاب إكمال المعلم شرح صحيح مسلم وغيرها. قيل لولا القاضي عياض لم يعرف المغرب، مع أنه تأخر، كان قبله أئمة، لكن قيل المقصود أن علماء المشرق كانت معرفتهم بعلماء المغرب أقوى وأكثر باشتهار القاضي عياض رحمه الله تعالى. كتابه الإعلام بحدود قواعد الإسلام كتاب جميل جدا، سار فيه على طريقة لم تكن من قبل، يجمع النظائر المسائل المشتبهة، يرتبها، يعنون لها، يذكر لها أعداد الصيام الواجب عدده كذا، الصيام المستحب عدده كذا، المسنون كذا، النافلة كذا، المكروه عدده كذا، ويسميه المحرم عدده كذا، ثم فرائض الصوم، ثم شروطه ومستحباته وهذه المجرة. فكانت له طريقة مبتدعة ويعني لم تكن من قبل أكثر كثيرا، وهي طريقة تربوية يسير عليها كثير من الكتاب في هذا الزمان. وقد شرح كتابه هذا كثير من الأعلام، ومن أشهر الكتب في شرحه شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام للإمام أبي عبد الله، للإمام أبو العباس أحمد بن القاسم القباب، اسمه القباب، متوفى سنة 78 و700 للهجرة رحمه الله تعالى. فهذا بإيجاز مقدمة بين يدي الشرح. الإعلام بحدود قواعد الإسلام شرح قواعد الإسلام الخمس: القاعدة الأولى في الشهادتين، القاعدة الثانية في الصلاة تعلق بها الطهارة وغيرها، القاعدة الثالثة في الصيام، القاعدة الرابعة في الزكاة، قدم الصيام الزكاة، والقاعدة الخامسة في الحج، نعم. ولضيق الوقت قلت يعني نقرأ قراءة موجزة مع تعليق مختصر، والقصد الاستذكار، التذكير بهذه الأحكام. قال: القاعدة الثالثة وهي الصيام، الصيام والصوم، الصوم بمعنى المنع والإمساك والحبس والامتناع عن الشيء، وفي الشرع هو الامتناع عن شهوتي البطن والفرج، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بالنية. ولأهل العلم تعريفات كثيرة، نعم، وهو من العبادات العظيمة والجليلة، وأجره عظيم عند الله جل وعلا. ويكفي أن الله اختص به، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم من أعظم خصائصه الصبر، والله تعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخل الجنة، قال: عليك بالصوم لا مثل له، في رواية: لا عدل له.
والصيام والقرآن يشفع، فالصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة، وبخاصة إذا كان يتعلق برمضان لفضل هذا الشهر الكريم العظيم شهر رمضان. يقول القاضي عياض رحمه الله: القاعدة الثالثة وهي الصيام، وهو على ستة أقسام. الصوم أقسامه ستة، يعني إما صيام واجب، وإما سنة، وإما مستحب، وإما نافلة، وإما مكروه، وإما حرام. قال: واجب وسنة ومستحب ونافلة ومكروه ومحرم. واجب بمعنى فرض أكيد، أمر به الشارع أمر جازم، يعني الذي يفعله يثاب، والذي يتركه بغير عذر يعاقب. وسنة، هنا قال سنة ومستحب ونافلة، يعني فرق. السنة عموما ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل تقرير، السنة عموما هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في المذهب مالك يفرقون. وسنة ما أحمد قد واظب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا. وبعضهم سمى الذي قد أكدا منها بواجب فخذ ما قيدا. السنة قالوا هي ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بظهور أمام الناس ويواظب عليه، هذه سنة. قال: ومستحب، يقول الناظم فضيلة والنذب والذي استحب ترادفت، فضيلة ومستحب ومندوب، يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرتين ثلاث، لم يواظب عليه، لم يفعله في الجماعة. فالذي يواظب عليه ويفعله في الجماعة يسميه سنة، والذي يفعله أحيانا من غير مواظبة ولا أمام الجمع سميه مستحب مندوب فضيلة. قال: ونافلة، نافلة الزيادة، النافلة الزيادة. يقول فيها الناظم: والنفل من ذلك أو من تلك القيود أخلي. النافلة أفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد أنه رغب فيها، ولم يرد أنه ذكر فيها أجرا معينا، ولم يرد أنه أمر بها، بل ذكر عموم الثواب. لهذا قال الناظم: والنفل من تلك، وقال: رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر خال من الأمر، بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. إذن الواجب حتم، السنة أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها وفعلها في الجماعة، المستحب فعله مرة مرتين ثلاث من غير مداومة ولا فعل في الجماعة، والنافلة ذكر فيها عموم الثواب، لم يرغب فيها تأكيدا ولم يحدد مقدار من الأجر، عموم الثواب. والمكروه، المكروه ما نهى عنه من غير تأكيد، والحرام أو المحرم ما نهى عنه تأكيدا، ففاعله معاقب وتاركه مثاب. قال: فالواجب منه عشرة. ما هو الصيام الواجب؟ قال: عشرة. شفت كيف يعنون والعدد، طريقة أكاديمية موجودة الآن لكن سبق إليها أسلافنا، وإن كان أحيانا في العدد قد يزيد شيئا أو ينقص شيئا. فالواجب منه عشرة: صيام رمضان واجب، قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان كتب الله عليكم صيامه. أجمع العلماء على أن صيام رمضان واجب، صيام رمضان. هنا عندكم في النسخة صيام رمضان، هو جاء في النسخة المحققة صيام شهر رمضان، شهر رمضان. يقول العلماء: الأشهر هل يصح أن تسميها من غير ذكر لفظ الشهر ولا لابد؟ يعني تقول شهر رمضان أو تقول رمضان؟ فقيل: هناك شهران
لا بد أن تقول الشهر، تقول شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر. وهناك الأشهر الأخرى قال بعض العلماء لا يجوز تقول شهر، بل تقول المحرم والصفر وجماد الأولى وجماد الآخرة ورجب وشعبان وشوال وذو القعدة وذو الحجة ورمضان. اختلفوا، قيل يجوز أن تقول شهر رمضان أو تقول رمضان، وقيل لا يجوز أن تقول رمضان، تقول شهر رمضان فقط، لأن رمضان قالوا من أسماء الله والحديث في ذلك ضعيف. وقيل إذا قلت كلاما يفيد الصيام جاز أن تقول رمضان، تقول صمت رمضان وقمت رمضان، لكن إذا كان لا يوجد ما يدل على أنك تقصد الشهر فلا بد أن تقول الشهر، فلا تقول جاء رمضان، تقول جاء شهر رمضان. نعم. والأظهر أنه لا يلزم، لأنه لا يوجد دليل يؤكد ويوجب أو يمنع، فيجوز أن تذكر الشهر شهر كذا، فيجوز أن تقول لفظ الشهر من غير ذكر شهر قبله. فصيام رمضان دليله واضح من الآية والحديث والإجماع، وصيام كل نذر أوجبه الإنسان على نفسه. النذر ما هو النذر؟ هو أن يلزم الشخص المكلف نفسه ما لا يلزمه، ما لا يلزمه. صيام كل نذر أوجبه الإنسان نفسه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال جل وعلا والذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع. فإذا نذرت الصيام صار واجبا عليه بالإجماع. والنذر أنواع، معين غير معين. فالنذر أيضا صيام واجب. وصيام قضاء رمضان وهذا واجب. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعائشة لما سئلت عن قضاء رمضان، لماذا نقضي رمضان الصيام ولا نقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقضاء رمضان واجب. وقضاء النذر الواجب قضاؤه أيضا. إنسان نذر ثم فاته النذر وجب عليه أن يقضيه، وإن كان فيه التفريع، فيه التفريع، لأن النذر منه المعين ومنه غير المعين، ومن المعين ما هو محدود بيوم خاص ومنه ما لا. يعني إنسان إذا نذر أن يصوم يوم الفطر العيد الصغير على العيد الكبير لا يجوز ولا يلزمه القضاء. إذا إنسان نذر أن يصوم لما يبلغه الخبر الفلاني، غدا يصوم، جاءه الخبر ومن غد وقع له عذر وهو المرض أو النسيان فأفطر لعذر، فهذا النذر المعين قد فات لأنه لم يفوته من غير عذر بل لعذر، فقال هنا لا يقضي. لكن إذا نذر أن يصوم كل شهر يوما وعقب الشهر وما صام حتى يوم، في ذمته يوم يجب أن يصومه، قضاء النذر الواجب قضاؤه. يعني من النذر ما يجب قضاؤه ومنه ما لا يجب، على تفصيل ليس هذا محله. وصيام كفارة الظهار، قال جل وعلا والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هكذا جاء في الحديث لما جاء الرجل وقال يا رسول الله قلت لزوجتي أنت علي كظهر أمي، فنزلت الآيات فقال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين. فصيام كفارة الظهار صيام واجب. ما هو الذي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي؟ لا يجوز أن يعود إليها إلا بعد أن يعتق رقبة
إذا كان لا يجد لا بد يصوم شهرين متتابعين، إذا كان لا يجد يطعم 60 مسكينا، وصيام كفارة الظهار وصيام كفارة القتل، فمن لم يجد فصيامه 2 شهرين متتابعين توبة من الله. ها؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. طيب، فمن لم يجد أي الرقبة فصيام 2 شهرين متتابعين، صيام كفارة القتال وصيام كفارة اليمين بالله عز وجل. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارتهم إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. ليحلف على فعل شيء ولم يفعله مخير بين هذه الثلاثة، ولا يفعل يحلف على ترك شيء ويفعله مخير بين هذه الثلاثة. فمن لم يجد هذه الثلاثة وحده فيه فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم لحلفكم. فهذا صوم كفارة اليمين واجب، وصيام كفارة صيد الحرم عندكم أو المحروم، لا أو المحرم، كذلك الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم أو هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مسكين. هذه في ماذا؟ الذي يقتل وهو في الحرم محرم، المحرم كفارة صيد المحرم كفارة، هذا واجب مخير بين الثلاثة. قال والصوم عن التمتع أي الذي يحج متمتعا، قال جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. من هو المتمتع؟ المتمتع وفقنا الله وإياكم للحج العام الذي يذهب فيعتمر في أشهر الحج شوال ذو القعدة ذو الحجة قبل يوم عرفة، يعني يعتمر في أشهر الحج ثم يتم العمرة يكملها ويتحلل ويبقى في مكة ولا يرجع إلى بلده ولا إلى مسافة أهل بلده حتى يأتي الحج ثم يلبي بالحج ويحج، هذا هو المتمتع. هذا يلزمه الهدي، إذا ما عندوش المال تاع الهدي فلا بد أن يصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وصوم كفارة إماطة الأذى عن الحج، إماطة الأذى عن الحج كذلك كما في الآية ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ عن الهدي. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكعب بن عجرة كما جاء في الصحيح كان حاجا أو معتمرا ما أذكر، فأصابه القمل، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال احلق رأسك وأعتق رقبه، قال لا أجد، قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين كفارة صوم إماطة الأذى عن الحج، هذه 10. واضح هذا؟ تفضل. فيه صوم آخر لم يذكره واجب وهو كفارة المفطر عمدا في نهار رمضان، كما في حديث أبي هريرة الذي جامع في نهار رمضان وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم 2 شهرين متتابعين، قال لا أستطيع.
قال أطعم 60 مسكينا. هذه 10 أنواع أو 11 من أنواع الصوم الواجب. قال والمسنون، ما هو الصيام المسنون؟ إذن ما هي الصيام الواجب؟ صيام شهر رمضان، صيام النذر الواجب، صيام قضاء رمضان، قضاء النذر الواجب قضاؤه، صيام كفارة الظهار، صيام كفارة القتل، صيام كفارة اليمين بالله، صيام كفارة الصيد الحرم المحرم، الصوم عن التمتع، صوم كفارة إماطة أذى بالنسبة للحاج، وكذلك كفارة المجامع في نهار رمضان عمدا أو المفطر عمدا في نهار رمضان على مذهب مالك. قال والمسنون، ما هو الصيام السنة؟ قال صوم يوم عاشوراء وهو عاشر المحرم وقيل التاسع. هذا في أحاديث كثيرة، كحديث أبي قتادة عند مسلم، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يصوم عاشوراء في مكة، ولما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء وقالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى، فقال نحن أحق بموسى منكم. وصام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان أي فرض رمضان ترك عاشوراء، أو قال من شاء صام ومن شاء أفطر، وقال أيضا لئن أدركت العام القادم لأصومن التاسع مخالفة لليهود. فصيام عاشوراء مسنون من السنة، وجمهور الفقهاء والعلماء على أنه العاشر من المحرم، لكن بعض الفقهاء قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركت العام القادم لأصومن التاسع، قالوا يعني أن عاشوراء في الإسلام تحول من العاشر إلى التاسع، فاليهود يصوموا العاشر لا نحن نصوم التاسع، هكذا فهم بعض العلماء. لكن جمهور الفقهاء على أن المقصود أصوم التاسع مع العاشر مخالفة لليهود، وهذا هو الصحيح، هذا الصيام المسنون. ما هي السنة؟ وسنة ما أحمد فيه ما أحمد عليه واظبه، وكذلك كان في الظهور واظب عليها وفعلها في جمع من الصحابة. طيب، قال والمستحب، مستحب مندوب والفضيلة ما فعل مرة مرتين ثلاث لم يواظب عليه ولا فعله في الجمع. والمستحب قال 10 أنواع الصيام المستحب المندوب الذي هو فضيلة 10. صيام أشهر الحرم،
ما هي الأشهر الحرم؟ أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. رجب مضر، ها؟ رجب مضر اللي هو بين جماد الآخرة وشعبان، يضاف إلى مضر لأن مضر كانت توقعه في زمنه الصحيح، على خلاف ما كان عليه العرب يقدمون ويؤخرون في الأشهر بحسب ما يناسب القتال فعلا وتركا. نعم. قال: صيام الأشهر الحرم. بعض الفقهاء يروي حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأربعة الأشهر الحرم، وهذا حديث لا وجود له في دواوين السنة فلا يصح، وإنما الذي ثبت صيام عشر الأول من ذي الحجة، يعني من الأول إلى التاسع، والترغيب في صيام شهر الله المحرم. أما رجب وذو القعدة لم يرد فيها شيء، وإنما فيها عموم كون الشهرين فاضلين عظيمين من الأشهر الحرم، فالفضيلة فيها من باب العموم لا التنصيص، لم يرد دليل على ذلك. وصيام شعبان، وفي أحاديث كثيرة، ها؟ لما قيل له النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له عائشة: أراك؟ أو قال أسامة زيد: أراك تحرص على صيام شعبان؟ قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل فيه عنه كثير من الناس. قالت عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لشهر مثل شعبان. قالت: وما رأيته يصل شهرا بشهر إلا شعبان برمضان، كان يصومه أكثره بل كله. فكان صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام شعبان. قال: والعشر الأول من ذي الحجة، وهذا في الحديث الذي ذكرناه، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أفضل منها في هذه العشر، أي ذي الحجة. وكان يصوم صلى الله عليه وسلم هذه التسع، كان يصوم هذه التسع خاصة يوم عرفة، ويوم عرفة لقوله عليه الصلاة والسلام: وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية والباقية. أحتسب أي يعطي الله جل وعلا عليه هذا الأجر. وثلاثة من كل شهر، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر وغيره، كل منهم قال: أوصاني خليلي بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. فصيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا أيضا مما يستحب، مما ماذا؟ يستحب. وجاءت فيه صفات كثيرة، منها أن عائشة سئلت عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم من الشهر ثلاثا. قالوا: من أي أيام كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الأيام منها يصوم، يعني يصوم من أوله، من وسطه، من آخره. هذا يدل على أنه ماذا؟ يصام من الشهر ثلاثة أيام ما شئت منها. بعض العلماء يقول: الأفضل ثلاثة أيام البيض، لحديث: من كان منكم صائما فليصم هذه الثلاث، 13 14 15، وهذا فيه فضل ثابت في الحديث. وإن كان مذهب مالك يرى أنه يكره على المكلف أن يخصص يوما بعينه خشية أن يصير لازما أو يلزم على نفسه، أو يراه بعض الجهل أنه واجب، بل يصوم متى شاء. لهذا يرى كراهية التخصيص لأيام البيض، لكن نقول الحديث وارد في هذا كما قال العلماء. فثلاث أيام البيض مما يرغب في صيامها. بعض العلماء يقول: أول شهر صوم السبت، أول أسبوع سبت أحد اثنين، أول شهر سبت أحد اثنين، الشهر الآتي ثلاثاء أربعاء خميس، الشهر اللي منه سبت أحد اثنين. بعض العلماء قال هذا، وفي ذلك حديث ضعفه بعض أهل العلم وبعضهم حسنه.
من العلماء من يقول تصوم من الشهر أول اثنين، خميس الذي بعده والخميس الذي بعده، ومن العلماء من يقول تصوم من الشهر الخميس ثم الاثنين ثم الاثنين، ومن العلماء من قال تصوم اليوم الأول والعاشر وماذا والعشرين. والحاصل أنه يستحب صيام ثلث أيام من الشهر، أفضلها 13 14 15، ثم الاثنين والخميس بعدها والخميس بعدها، ثم أول يوم والعاشر والعشرين. أما حديث سبت أحد اثنين ثم ثلاثاء أربعاء خميس هذا فيه ضعف، وأما حديث خميس اثنين اثنين كذلك فيه ضعف. فثلث أيام بيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان صائم من شهر ثلاثة فليصوم 13 14 15. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر أول اثنين والخميس الذي بعده والخميس الذي بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر صم يوم الشهر أول شهر ثم أفطر تسعا ثم صم يوما ثم أفطر تسعا ثم صم يوما، ثلاث أيام من الشهر. والعشر الأول من المحرم، بل كل أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم الخميس يوم الاثنين كما قال عليه الصلاة والسلام كان يصوم فيه ويقول هي أيام ترفع فيها الأعمال وأحب أن يرفع عملي وهو وأنا صائم. قال ويوم الجمعة إذا وصل بصيام يوم قبل أو بعد، نخليه لغد إن شاء الله تعالى نتمه، نكتفي بهذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.